من بيوت ما يتخلش بالحياة بتوع مصر الجديد تبع المتوسط اللي بالكافة ان شاء الله يلي هتشيله في 30 سنة. العيال دي لو ما طلعتش انا هنزل 30 سنة هيجي ده نظام البوليس وحفيد لواء بوليس عايز يملى بيكوا السجون كلها. نعم تاخد بترتب كام؟ 7 ابريل يوم عيد ميلاده فجر 8 الصبح 4 ده حريه بتحاسبيني على قضيه من 2011 من قبل ما الماتش القرف ما كانش هو في الماتش ولا في النيله خلصوا الاتهامات عرفت ايه اللي حصل؟ بقاله 4 ده يسحبوا العيال تاني من مارس في ايه حصل في مارس؟ في ايه حصل في مارس؟ جايين تاخدوه في ابريل ليه؟ بتلفقوا التهم ليه؟ عاوزين تخربوا البلد ليه؟ احنا انتخبنا الزين في القاهره خلينا مبيعين من حاجات عشوائيه جدا في الاف الشباب والشابات في السجون دول احنا بنخالف بشريه ليهم كلهم. طب بشريه للاطفال في اطفال في المؤسسه العقابيه محبوسين بيتجدد لهم بقالهم اكتر من سنه هي دي الحريه والكرامه والعيش اللي احنا في عيال ماتوا في 25 يناير عشانها دي الحرية اللي استخدمناها عشان يا سيسي اتاخد عشان لابس تيشيرت عليها وطن بلد عادي يعني الشباب بيضحكوا على ان هم بيغنوا وبيروحوا ماتشات وان هم بيحلموا واحنا بنطالب بالحريه لكل دول بدون اي تمييز بدون اي تصنيف وبنحاول على قد ما نقدر ننزل النهارده 21 يونيو يوم التضامن مع كل المعتقلين على الاقل نقول لهم حتى لو احنا بانين ولا بانين احنا مش